هذا المت متو جالس بويه يلجم يلجم الدلع. صباح الله خير ابوي. هذا الحبيب ها شوفوا مبخور ما رقد طول الليل. هذا مرزوق وهذا محمد سالم. وطول الليل خر وخر وخر وخر. هذا قابض الرحماني وهذا قابض الكاسر. خر خر. خالك ابوي يقول ما رقد. محمد عبد الله ما رقدت انا. الله اكبر والله يا ابوك تحرى زلزال. مو بزين عليك. زلزال قائم. زلزال زلزال. لا اله الا الله. زلزال. هاك الفقير ابوي استاذه ولده عبد الله مبونه راقد هني. ها سحب فراشه وسار لي هناك. ولا انا ابوي بايت تبوي تحت عاده الفراش يقوم ينفرش تحت يشلون الحصى. البنقال ابوي حطوا البسطه وحطوا عليه الفراش وهذا ها سليب باك هذا ها طع الندى يا ربي طع هذا كله. اي ختلت ختلي لك الحصاه تحت يا معتي. هي والله ما رقدت ما رقدت. كل من سرت عنها شرق ولا غرب انا ستضربني في خاصرتي. حصاي ابوكم كبر راسي. هي والله الا كيف رقدت. عاش متو عاش متو عاش متو. يا سلام يا سلام. زيح لا راقد ما ابي هسه ازعج الحين. يا سلام مست عرب دوك هذا تحرى طير على وكر مرتز. الف من ذكره. هالشي ابوك ما زين الا الجو الرقده تي بالعافيه. يا ربي ما زين الهواء الطلق. وهلال ابوي هناك راقد داخل خيمه. افتك من الطل. افتك افتك من الطل والنادي. نحن لك الحين بتلحف هذا هنا ها بسطه وما تشكاي وحالتي لله والحمد لله. لكن رقده فنانه رقدتي بالعافيه. ما حد الا ابوي عدالي هذا دربي ودربي 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 وخر وخر. يا غير منيور منيور والله يا ابوك مهدر يهدر. افتكيت منه ما افتكيت من ولد عمه. خر من خير. زين بخبركم هالصباح اللي يجيب العافيه. يا زين هالصباح اللي يجيب العافيه. يا زين هي والله رقم واحد جو فنان ويا السكانه فنانه. الحمد لله ربها اصبحنا. احب ننظف البقعه وعندك دونك بنت قهوه بنت ريق بنعيننا الله خير. اللي راقد هناك هناك عمال خيمتهم هاي لك بعد من غير حليلهم بعد يران. واللي سرح البحر واللي ابوي راقد وناس هناك. يعني جو 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 يجيب العافيه. جو يجيب العافيه. يا سلام. لا عصمتي يمناك يا ابو عبد الله ولا عدمناك يا الغالي يا البركه. هذا سويتر طالت عماركم. لا اله الا الله عنب وانا ما شي شارن. هذا بعد السويتر طالت عماركم. هذا ما ادري وين سرنا ويا هلال العام شيء من البقع اعطاني اياه قال لي ابو محمد لبسه عن البرد ولبسته. اي ها وصار كل ما طالع شيء في الكبت ولان هذا من زيد وهذا من عند عبيد وهذا من فلان وهذا من علان. لا اله الا الله. تدري ابو عبد الله ما اشوف شيء انا مشتري انه هو عندي الكبت. يعني اني انا شارنه ما شيء. انت تعرف قياسك؟ لا والله الاول حيده مديم زين الحين اظني 40 ودي الحين تراب الاكس لارج. هي ولا الاول ولا الاول كله قابض. لا ميديم وميديم ميديم لارج. قلت لا انا لارج يطلع علي مهدلي. هي والله لين الحين ابوي دبل اكس لارج ما ادري 10 مرات اكس لارج. يلا يلا يا كنا جايين الحاله حاله يابر كنا سالين. اي والله اخذتها واعطاني اياها كل يوم وعيبني عيبني. تميت البس الدوم في البحر هذا هذا بس الا البحر هاك الزينات. انا ما يهون علي البس حتى يوم اسافر ما يهون علي بس يوم شيء مطر. ايه
هي والله والله اني ما بخيل، لكن ما احب اسوي شيء يعني. حياتكم تشتوتي منظر، شوف الله عليكم، بحر من اليمين وبحر من اليسار. والله ابو عبد الله شوفوا طلع عليكم سكرتنا، هذا بحر على اليسار وبحر على اليمين، ها بين هن. دوحة شايف غادي، هذا مسكر ترى، هذا مسكر ومدخله هنا تسجيل الماي مرة سكروا من هناك وتسمت اللي ظاهرة أبدا هناك أبوي تب تنشب ثاني ها إيه غيرت السمكة تدخل من المدخل هاك تي ترعى ترعى وترعى ترعى هي وربيعاته وصديقاته وخالاته وعماته يرعى أيون العرب سكروا من هناك هذا السنة الأولية قبل التسكير قبل المنع حين من السنتين يا ريال ها؟ من السنتين مستوية شي؟ إيه ما عليكم نمغفي هذا يا رجال من يوم نحن يهال حد دخل اللي داخل والله هناك أوكي بس هني هاي إيه زادت شوي هاي واحد وثلاثين مغفي فوق واحد وثلاثين مرجل إيه والله عليه 150 ترى هي بس البراد اللي شوف قصتك محلاها يا اخي الحين لو شو اسمه ما زين اللي يلغك يا ابو عبد الله والله غير نمونه هذا لو حوريه البحر شي ريال حوريه البحر حوريه البحر بدا هنا يا حسين شور عندك عند خالد على هواكم ها كلنا لابسين طقم ابوي ها كنا وزرة سماميك ها كله انت يا ابن بعد حتى مرزوق لا مرزوق مبونة عنده هذا وزاري أنا من عنده كنا طقم ما شاء الله علينا لا إله إلا والله أخبركم استغلين هو النظيف يلس والله تجنن يا أبو محمد طح ما زي المكان شوف الله عليكم ياس أدور المنظور العلوي مال شو اسمه مال زيارة أم الكركم حق أصور لكم إياه حق نزله ما لقيت عندي مطرش اللي يا محمد بن عبد الله حمني محمد بن عبد الله بنزلكم الصوره شوف والله عليكم شوف الجو شوف المكان انا تستعيب من اللي ما يصير عيب من اللي لا يصيرون ولا يجون ها شوف هك ريال هو عيال هو عياله هاي رانا البحر في اليمنيين سيد اربعه وبدله حافظ عليهم ويا ابو السح هذا السح من عندهم صح والدلة يا أبوها في اللي أول ما يينا حافظ عليهم ويونا بعد من هناك هاي لاك الفريج هذاك بعد يونا البحر يمكن ما شاء الله حوالي 20 شاب هناك وين تعيدوا صدرة الخيام هاي لاك ترى هاي كلهم من بوظبي كلهم من هالمشرف كلهم أبويا وهاي لا ظني من سكان هذين من سكان هال المرفأ هذا السكن هاي هالأوادم بعد أوادم بعد شباب ما شاء الله هالمرفأ أنت شوف أنت كل مشتقي ويا هالتصوير كل مشتقي ويا هالتصوير ما شاء الله طبيعة باعتنا حد يالس وحد بنيلق وحد يسوي هاي مالت التصوير يوم يرفعون اسبوعهم زين والماي ما شاء الله عليها حين سجل مرة والجماعة هاي لها شوف ما كأنهم صاروا ما كأنهم كانوا أصلا ها لب جوك شيرها وحطوا أبو يسيد على السيف هذا ترتيب منو
هل الناس اللي تعرف الترتيب، الناس اللي ضارين السماميك الأصليين، الناس هل بالسمك هل بالرحلات هل بالسير واليي، يلبجونك شيرهم قطعة قطعة ويحطون على السيف ويطافجون بالبانوس ولا الطراد ولا اللنج وحملوا سامانهم. كل من حملوا شيء حطوا شيء، كل من حملوا شيء حطوا شيء، لا يخلون كله على السيف يسوقون مرة واحدة. عامل واحد عندهم أظني واللبو واخوه ويحال اثنين يا ورونا البارح حليلهم وحين الحليلهم بنتوكلي على الله. بس كأنهم سكنوا ولا كأنهم باتوا ولا كأنهم باتوا ليلتين ثلاثة. طلعوا مكانهم كيف نظيف المكان، نظيف يلق المكان، نظيف يلق. خلوه مكانهم، شلوا كراطيسهم واللي بتم عنهم وكأي شيء، ما كأنهم موجودين ما شاء الله تبارك الرحمن. نظفوا دنياهم وشناطهم الله يسر أمورهم إن شاء الله. هذا اللي بيصير بيي، ينظف مكانه ويعدل ويخلص ويتوكل على الله. هذا سنع الناس الطيب، الناس المسلمين اللي خايفين من الله وخايفين الله في بلادهم في مكانهم، كشتوا وخلصوا توكلوا على الله. إن شاء الله عليهم حيث انهم ناس وافين، قشارهم قشار حوال تحرمت حولين بيشتون. والله يا بكره شفت السامه اللي جايبينه يواني عيش ثلاث لو اربع، الحطب ما تشوف عينك، القشرات رمبات الماء ما عين تحرهم جايين. اقول لكم حوال متحولين مره بيسكنون هي بيعيشون. لا الوافي وافي، الفنان اللي عارف اللي عارف اللي عارف ما يشيل قياس حق عمره. سبحان الله، حد ياورهم يلقطون حد متهلك ولا تعبان ولا يبي حطب ولا محتاج شيء، ولانه ابويه قلان. والصنقلان هذا الصنقلان، ها هذا الصنقلان، هذا الصنقلان، هذا الصنقلان، الصنقلان مازر البحر، مازر البحر. هذا في القيض ما تحين المبيت تبات حين في هالوقت، تبات حين في هالوقت، غير هالوقت ما تروم تبات، غير هالوقت ما تروم تبات. والسبه شو والسبه في القيض الحر يوم النقاز، اولا حر ورطوبه والفنقل، الفنقل الفنقل الله اكبر عليه، ما يخليك ترقد. يدبي عليك شرات النمل، يقطع ينبك تقطيع في كل حول، يعني في كل بلاد هذا الفنقل، في كل بلاد ما بلاد دار دون عن الثاني، في كل البلدان يا ابوكم الفنقل. ودع شرات اللادمي اللي ما يتشاهد، اللي رمسته تغث وتيب لوعه الكبد، هنمون الفنقل. يقول شافوا فلان يخطي ولا علم ولا خبر، قالوا لا اله الا الله فلان يا غير شرات الفنقل، شرات الفنقل رمسته، رمسته شوت في اليمب، ودك انحضر في مكان ما ودك يرمس، ودك لازم الا ساكت. هي والله حد من الوادم تغث رمسته، حتى يوم بيرمس رمسه عاديه، ترى ثجيل الانسان، ثجيل ثجيل، اللي ما يتشاهد ما يتشاهد، ما اداني لا في السعايه ولا في الرعايه. هي والله ثجيل، ترى ثجيل، وثجيل الطينة أن يلس والرماس ونسار ونيا. سمحت قالي باغم هذاك، اي ها متو، ها شو أخبار غدا هني اليوم ولا غدا شويهات؟ زين إني إني هذاك وين مخيم أربعتنا نحن، هاك مخيم المحارب اللي اشتلوا، ها وهذا مخيمنا نحن، وهذه السعية تمشي الطرف هذا، وها هذا الجماعة اللي كانوا هنا قفال عاد الحين خلاص نظفوا مكانهم وعدلوا وخلصوا، ها الحين طالت عماركم مرة متوكلين على الله. عقب ما نظفوا المكان وعدلوا وخمموا وسقوا الزراعة، الزراعة هاي زار عنها عيد بن سيف، عيد بن سيف زار عنها طالت عماركم من قبل 4-5 سنين، وكل من يو كشاته، وهاي خيمة بابا عيد، وكل من يو كشاته سقوه الماء، كل من يوكشات سقوه همة. هي لكن ما طاعني ثورن، يعني توهم بادياتين الشن شيء بسيط يعني، ها شوف راوين حليلهم جزاهم الله الجنة. متى زارعينهن هذا؟ بزارع من أكثر من 4 سنين الحين، السنة رابعة. هاي خيمة بابا عيد، وهاي المظلة، هاي شدينا قبل جلسنا هني تقريبا أسبوع أظني، لو 10 أيام مرة واحدة أظني، من أسبوع 3 سنين أظني لو 4، وهذا مسيد. والجماعة كل من يا كل من يا وسكن ونظف مكانه هو ظاهر. هاي الخيم يستعملوها اللي تستعملها مطبخ ولا شياته،
يا غير الواد متى فرشيني ها تحت هالمظلة ويرقدون ويقيلون ويباتون كان يوم ولا عشرة وسارة من سبق لبق اللي يقابل هو اللي يجلس حليلهم هاي رانا والله ولا سمعنا لهم حس ولا سمعنا لهم حس ولا هيس طول الليل ما كأنهم ما شاء الله شباب حين خمسة بواني شلو أربعة ما هيك عن خمسة لو ستة سرحان الصبح اللي هم دوامات الله يحفظهم إن شاء الله هاي هل المرفأ أظني هاي من المرفأ هاي من المرفأ وهاي لاكي من هالبضبي داخل بضبي من الشرف لكن اللي هناك ما أعرفهم عادة واللي في مقصار أعرفهم لكن سبحان الله يعني هاي طلعوا كلهم جماعتنا ربعنا وهاي الطرف هاي لكم ما أعرفهم والله واللي في المقصار بعد ما أعرفهم اللي كان بيعرفهم خلاف لك هاي يونا وهذي ليونا واللي من هناك المحارب بعد يونا لكن هاي ما أعرفهم اللي من هناك الله يحفظهم إن شاء الله كلهم هاي سايرين بوي عليهم دوامات واللي بيحد واللي بيصيد نحن بوي ما عندنا شغلة إن شاء الله يوم بنتغدى بنتوكل على الله برد شوي وبنبات وباكر إن شاء الله بسراح بضبي الله يحفظكم إن شاء الله جايين سنيار هذا واشتلوا سنيار الله يحفظهم اللي عليه دوامات اشتلم الصبح واللي بعدبه بيخطف بيقيل ولا بيصيرون بقعة ولا بيخطفون شيء من اليزر ولا شيء من الحول بيقيلون بيسوون غداهم بيخطفون على حد بيسيرون على حد العلم عند الله لكن ابوي سيرتهم ويجيتهم وحده ما شاء الله اكثر عن 30 نفر اكثر كل طراد في حول 10 الى 8 ما شاء الله طراريتهم كبار وانيش يعني فخمه شيء بالعظمي يعني شيء تول ايه اليوم اقول لكم ما تنقز الا السمين ما شاء الله ايش مستوي عليهم الوظائف والمعاشات القويه كل حد بيعاش في هالبلاد الحمد لله ومتعين وهذا الحمد لله بيشرق عمره حق ابنه ويودهن لا والله بياخذ الطراد الغاوي وبياخذ الطراد اليخت الزين وبياخذ السكن الزين وبيسير وبيي الله بييسر اموره الله يحفظكم منظر جميل منظر جميل تبارك الرحمن ما زين الربع وما زين الصداقة وما زين مخوة الدنيا اللي على بياض ويه هذا شو الطائر طائر دمي هذا طير من الطيور الجارحة شو سبحان الله الحكومة سوت له عشان مهدد بالانقراض مسوي له عشوش بوي وي ويعشش ويبيض ويعشش ويتكاثر هذا هو نيطع وين سار يوم شافني سار هناك تروع من العرب هذا هو هذا ظني عش الذكر وهذاك عش الانثى وشوف هناك مع واحد غير ها شوفوا ها كل عبالة الحكومة لذلك هاي يسمونهم محميات محمية ما حد يقربها واللي بيي ايه محترم عمرها شوفوا ما يبي حد يقرب العشة شوف سبحانك يا رب هذا الدمي من الطيور الجارحة لكان غذاءه مب على اللحوم على الأسماك يتغذى على الأسماك سبحان الله من فصيلة الشاهين والجرناس ومن الطيور الجارحة يغير غذاءه على السمك سبحانك يا رب أظن أنا صورت نفس الشيء سبحان الله ما يندر هاي اللي هني على العشهيد ذكر وهذيك الانثى ولا هذه الانثى هذاك الذكر الله العلم عند الله كان أظني كان هاي هذاك الذكر وهاي الانثى أظني متناقمين شيء بلاهم شيء مستوي بينهم شيء مستوي بينهم شيء مستوي بينهم لا ما بصلاح او ان هاي طبيعه يومي وقت التكاثر من تبيض الانثى يرك عليه الذكر ولا من تبيض الانثى تعزل عمرها ما اعرف في شيء انا ما اعرفه ولا اروم مفتي في شيء اللي ما اعرف انا لكن تقدرون تدخلون انتم في جوجل تسالونه اكيد عنده العرف ايش محميه هذه محميه طالت عماركم الطيور هاي المهاجره شيء كل يزير وكل حاله شوفوا ها هذا حينه الهم مداحي هني مدحه يسوون من حول لين حول يبيضن فيه يهاجر من بلاد لين بلاد اي هالبقعه ها سواء بتروعات على بقعتن زي ابويا ما اقول كنش انا جاي الا اصور بسير انا ابوكم ما زطكن
انا ابوك يتروع عن ابوي على بيضهن. هذا يسوي مداحي عاد، هل هذا الموسم ما بموسم الله اعلم، لكن جدينا نحن في وقت اكثر عن مره يبيض الصر والتعادلي واللوه. اللوه يبيض في مقصار، هاي تروحه هاي مقصار بيضة كاملة قطعة، هاي اللي يزير اللي هناك قطعة كاملة كلها له تغدي سودة صخامة. الحين بيضة هذاك من الدرق، الله يعز الملك والسامعين، البياضة هاي اللي تشوفونها كلها درق، يوم حامل الأول يقصون قص. وهذا شوفوا، واللوه ما يقرب التعادلي ولا الصر، الصر والتعادلي والطيور اللي من غير يبيضن هني شريته سبحان الله روحن في الحالة هذه. هاي حال هاي يزير روحه غير عن هاي منفصلة بين هالخورة تقطع فيها مراتب وبواخر في خطف فيها دخل. وسبحان الله هذه منفصلة عن هذه بينها تقريبا ما يقارب 700 متر، 700 متر حول كيلو بينهن. وهاي الحين قاق وقاق وقاق يتحرني جاي بسك البيض ولا جاي يخرب عليهم ولا شيات. أبوي جاي يصور، أنا لا تحرني جاي يسوي شيء. طلع عنك. العرب تأكل بيض اللوه لين اليوم ياكلونه، لكن ممنوع الحين، وياكلون حتى عيالهن اللوه، ما شيء شرات طعم بيض عيالهن، عيالهن، بيض تي الحمتن بيضة، شحمريج، ما تروم تكمل واحد، والسب شو كثرة الشحم ليه فيه، عمر معين ياكلون عيال اللوه، وعقب عاد ما ياكلون، لكن الحين ممنوع هذا، كل هذا ممنوع، لا البيض ولا أكل عيالهن، ها كله ممنوع، اللي بياكله قطع صيب ونصيب من الدنيا، سجن وغرامة وصادر وما ادري ايش قايل وحالتهم لله. هل اللي خبرتكم عنهم هل شو ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن ما شاء الله عليهم، هي عيال قباسة كلهم عيال عم، هذا منهم عيال عم والعم الثاني. شوفوا هناك اظني بيضين يتيام عنها البقعة يوم الموسم تلقطونها كلها طيور. هالعرب الحين متوكله على الله، كلهم ابوي قفال، كل هالعرب قفال، كل هالمخيمات ابوي لاني جاي شمال، هبه شمال بيغلي البحر ابوي عياي مره. وهذه ما اقول لكم مدخال الدوحه هذه، هذاك نحوي مخيمنا، شوفوا وين هناك، هاك مخيمنا، وهذه كلها دوحه، ما ادري كم، اظني اكثر عن كيلو، كيلو ونص يمكن مساحتها العلم عند الله، وعرضها اكثر عن 500 متر يا غير هذا المدخالها. شوف المدخال وين، لو اقول لكم هذا المدخال مالها، هذا المدخال، هاك الشات بعد توكلوا على الله، توانكيهم عزبه عود ما شاء الله، توانك الدنيا دوبه جايبين بعد الدراجات بيكون. شوف المدخال كيف تبر الماي مره قراح، هذا لازم تكون هذا مدخال يكون فيه بحر، يعني بحر ركبه بحر، لكن ما كذي تسوى بحر يوزه، بس بحر ركبه ومحزم. الحين ما يمر ياله هني، هاي قبه لونها خوره، يخطف بانوس يعني يخطف متر ونص اظني شيء يعني. شو هالظلمه اللي هناك، ايه وهاي قدامها كلها بياضه، لكن هناك هناك بعد خوره، ما حد يروم يقطع من الطرف هذا، يمشي عريول ما يروم يظهر من هناك الطرف هذاك، شوف اللي يمشي من الطرف هذاك لين هذا يروم، لكن من هنا المدخل الرئيسي مالها ما تروم، لها شوي غبة، وانت ساير، يمتد لسان هذاك هناك، هذاك الراس مالها، بعد أظني تمشي حول 700 متر أو 500 متر، قدام هذا لسان روحه ساير حد ببياضة، غير عن الحد اللي هناك بحصى. شوفوا خمير وقرص وخبيص وهبات الريح ما شاء الله تبارك الرحمن، مخيم غير نمونه. ها يا سلام، هذا دباسه؟ لا ما بدباس، هذا خلاص رب الله تاكل خلاص، هذا اسود خلاص، قالت لنا الشمس، قالت لنا الشمس. ما شاء الله عليكم، هذا مخيم الجماعه الله يحفظهم. طالت عماركم اعطوني القهوه العربيه، وحين هذه سبيشاليتي، هذه سبيشاليتي، في حد ما يجي براسه الا سبيشاليتي. شوف انت، ايه انا يا ابوك عدنات الدنيا براسي، يا الله. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، الله يحفظه. مرحبا، شوف انت المساوق الحرارات هناك، ايش صار وطيه، ايش صار وطيه.
اسمي هاي من الاغوالي المعثوره هاي الله يسلمكم خبيصه كانت. شوف 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 محمد شو هذا؟ هذا شغل العرب عيون مشوت ايش هذه وحده هذه يصيرها الله اكبر اشوف الله عليك يا سلام يا خير هو يا خير هو تبارك الرحمن والدهنه والدنيا نشوف نظافرك من الظفره تبارك الرحمن رامنا بالله ايش حاطين هاي فيها يا سي حافظ على محله زايد يا حافظ على محله زايد ها لا تقول ها من وين هذا محمد شوف ما ادري ما يوبكم هذا ابوي ها هذا ما يوبكم هذا ابوي حساب يوصلون لين الغبيب حتى لو تكون في نص البحر يجيبون لك ابوي الاوردر مالك درون يجيب يقول لك حلفون لك درون ما فيكم حيله الله يحفظكم مرحبا هذاك منو هذا يطلع السلامه ولد محمد احمد المزروعي انزين وهو شو اسمه هذا علي صخير علي صخير وهذا الرجال هذا احمد علي المزروعي والنعم مع سيف سلطان المنصوري ومعاليك وانت والنعم وانت ابويا احمد بن سالم باللحدان وانت هناك بالسماوي والله والنعم وهالريال حامد بن غانم الرميلي والنعم وهالريال فنان محمد احمد بن حي القبيس والله مليار والنعم بالراض على عمرك محمد الحاي انت وهذا الفنان ميس عبد الله الرميلي ما شاء الله وحزين احمد المطر بغنام الرميثي ليه تيابت 15 شراتك يا ابوك يا سلام انزين وانت البحري زايد احمد الرميثي انزين وانت حينه اللي شايف انا خليفه احمد الحميري شوف انت نعم اقول لك وهي لك منو اليساره هذير ابوي خاتلين هذير هذاك هذا احمد خلفان القبيسي وهذاك هذا محمد نادر القبيسي شو نادر وهذاك محمد نادر قم منو هذا ايش قال محمد نادر محمد نادر محمد ولد نادر محمد نادر القبيسي محمد ولد حياة محمد بن نعم محمد بن نادر نعم محمد بن نادر محمد بن غلطة مطبعية في الاسم سوى ثلاث استلباس بالاسم هذا اخر اسم عاد العلم والخبر عند الله سبحان الله البيض يفقس يوم يفقس يهنيها تم في الاماكن اللي يهنمونه اسب ما ياكل لنا السمك الكبار يجي ويتقوى تهني ويعيش ها لين شوي يكبر ها كل ما صغرت يضك البر ضك البر الصغيرة وكل ما كبرت صارت البحر لأن تروم تدافع عن عمرها لأن هني ما بيلحقنها الصغار الكبار فتم أبويا هنا وكل ما كبرت صارت كل ما كبرت صارت كل ما كبرت صارت ها وهني سيرن شو هتشوف هالإيران اللي كانوا عدالنا هالمجسس مالتهم ها شابينها حق السمك يتغدن عليها من عيش ومن ضيمات وروس وقناقين وهذا قوتن حليل نسميتها ها كل بديحات شوفون سبحانك يا رب لا اله الا الله رب العالمين مجسم الارزاق شوف الله يابلهم هالعرب وسكنوا هنا في هالمخيم والمجسم مالتهم عقوها في البحر تغدن عليها السميتشات حليله مكان جميل يعني مكان جميل فوق ما تتخيلون ما بجميل عادي جميل بالقو مكان مريح هدوء مكان نظيف زغت سمحت الماية ما تطراد زغت بسم الله شو هاي الظهر ترى هاي الموي مال الطراد يا الله مخوفني هي ما حد الا نبي يلس على السيف لازم بتروع انا ابوه بعد انا غير عن الوادم ركبوا الغداء ابوي ها غدانا ابوي على الضوء الجدار يفوح والميمار ابوي ثريون يقص بيحطون ابوي سميتشات هنا مسوي مطفي ومقلى ومشواي بصير في حاره ثانيه وهذا ما شاء الله هني مرزوق هناك محمد بن سالم عبد الله بن مرزوق وهذا هلال بن محمد بصير في حاره هلال بن محمد توي يصيح ذني عمه عيد هذا هلال لو عمك عيد هني وين بيقيل؟ بيقيل في هالرايحة هذا في هالرايحة بيحط شادر بيرقد حط حواني اي والله اخ يا ويلي رقدت بقول لكم يمكن نص ساعة في هالرايح رقدت رقدة غير نمونة ما زينها من رقدة بس انا اصور لكم السمك ما بنسمك ما نشيت
قتلت قتله فندلان غير نمون. صدعنا اليوم بسار مشواي وعنافيز وقلت انه خدق. ها شو العنافيز؟ عنافيز ترى سمين. ها العنفوز طلع البسار. ما بضلع البارحي لا البسار، هذا البسار، هذا بلحي محومه. تشوف الشحن، شوف الشحن بالله عليكم على بنت النوخذة. شوف الفيس كراش قاعد سمين. هذا صافي بعد فسكرة من غير فسكر وصافي تحتها كوير يور بعد من غير. بهل ينمه بهل ينمه انتم قرب الله تعدوا وش يلي ينمه ما سمينها سمين ما شاء الله. شوف الفسكرة، شوف الفسكرة كيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا ستارتر اولنا ستارتر صافي بسكوت على ستارتر. ها قبل لي يقول لك الله مشوايهم فرفخ شرات الفراخ شمنه من السمن من الانضوي اللي على دوبه بالراب بالراب. هذا فرفخ يغدي اليلد مال سمكه يلدها التحرى فراخ يغدي هي مفرفخ من الانضوي يوم عليه يمر هنموني غادي شو ما زين. يا سلام سلم. شو تاكل فاطر يا قاصر؟ تاكل ستارتر. هاي علومة توها جديد ستارتر. هذا طالك عمركم ستارتر مال الطيبين. ستارتر هذا الستارتر ها. ما تسوي له طواي الستارتر لين يصيرون يغرفون. وهذا تاكل لك انت تاكل لك صحيحة صحيحة صحيحة. تبى تمر؟ لا انا ما بقى. شو رايك بالستارتر؟ يا سلام هذا الستارتر طارت عمارك اللي ما بعد ستارتر ستارتر غير نمونة. صح صح ويا ويا سمكة ويا بليح صحيح وبليح. هذا أحسن أحسن ستارتر. إذا تاكل وحدة إذا تاكل وحدة صح وحدة فردة إذا تاكل صح فردة وحدة ما يصرف لكن لازم صافي الوحدة يبالها صحتين. زين غدا وراك خلوا لو كان غدا لا 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 هذا تطويها النمونة. ابو عبد الله عليك رفجة عليك رفجة يب تحت لا تعطيه خله لا لا عنب وما يروب العلالي العلالي. يا سلام يا سلام ابو محمد على تسقع صحه صبر هي عنب صافي صغير ترى صافي سيد الخادي هذا يا ريور مسوين ويا ريور عادي باه صايدين لك واحد والله هني ضارب على الخيط. بسم الله يلا اشكر فنك. هذا الستارتر ماشي يا زمون ابوي ملاغيث الحين لان الحين يا وقت الغداء ما تروم تاخره عليهم اي جاي من البحر تعبانين. ها شوف البلح شو غادي شوف بلح الفسكره شوف بلح الفسكره ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوع حين اليوع جاي من البحر اليوع اليوع الحين علي وقت الغرف غرف الغداء بس نابويها بس ما سوي زياده عن الطباب عن الهواء بس ما شاء الله على محمد سالم ما زين لأن الضارة عليك يا أبوك. يا سلام روح 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 بوساري روح ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. يا الله يا رب أنك تحافظ أبو ساري شيخ الشباب بارك الله فيه. شو بعد شو هذا الله 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 مقلة هذا أبوي مقلة وهذا المشواي وهذا الشيداني وهذا أشوف كيف حال السلطة بالله عليك حاضرين هاي غريك سلطة
هاي هاي قريت صارك قريك صارت مال مال الحاله بصل هاي اللي بيضع عباره بجبن هذا بصل وخس وطماطم وفلفل اي والله هذا اقريك صارت مال حاله طلع عليك ابو عبد الله هذا مطفي 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 في الحاله هذا صيد ابو عبد الله تو هذا صيد ابو عبد الله الحين هذا مره فريش صار ابوي شخاط شويه في البورد وياب لنا هالخير وهذاك شيء بصيد هلال وشيء صيد محمد بن عبد الله وشيء وشيء حش على خالد الخالد ابوي اليوم ولا وزاره ما خرس بحر وشيء صيد ابو ساري والحمد لله وعبد الله بن مرزوق ولا انا ابوي ولا حركت ساكن ليش ما حركت عايست اليوم ما بغيت ادش وين منهن لا انا اظهر لي هذا اظهر الـ 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 الفسكره هاي لا هاي الفسكره الفس والله ما تطعمها اي 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 ايش ابراي الله اكبر هاي الشيء ها لا هذه الزين ها هذه الفسكره فنانه مارك مين مثلا الفسكره ايه الفسكره زين انا ابوه ما يغلطون العرب ابي عبد الله تقول لي ما يا ربي شوف البلح يا سلام شوف البلح يا ربي يا اخي شهيك في الاكل لسه شوف شوف هذاك البلح هاك اسمي شتكم صوبك واضح طعم ايه هذا البلح هذا البلح اللي عليه رضوان من الله شوف الانضوي وبيه حرور عليك الدنيا كلها ممشي قصر يا رجال حبل بعد بعد؟ اي والله حبل صغيروني ما شاء الله تبارك الله شوف الانضوي لا لا شوف الله عليكم شوف الانضوي شوف الانضوي شوف الانضوي ها شي ما تبوني غادي زين شواين علي رضوان من الله وسمك الطرية وكل حبات الريح الحمد لله رب العالمين نعمة يباها الحمد وشكر اسكر ابيض الوجه والصافي كذا الامثال وال والبسار ها الباب يتقري من عنوانه اما اللي ينمه ها بنرويك ما تقولون ما صورت لكم الشيء انا ها هذه اللي ينمه حرام ما كانت من جماعه شوف الله عليكم اللي ينمه شوف اللي ينمه ايش قاعد يا ربي يا لينما شوف الله عليكم شوف لينما تبارك الرحمن وين هذاك العنفوز كسر راسه يا سلام ما زين لحس راسه وقت كسر وهذا سنام العنفوز شوفوا العنفوز ما تشوفون سنامه غليظ عرفوا انه رقم واحد قرب الله العنفوز شوف الله عليك فده فده اشكر فنك يا ربي قرب الله تكل عنفوز شوف العنفوز ما زين اشوف هذا بلح العنفوز لا تدور شراته بلح رحمة الله عليك يا خميسة هي والله رحمة الله عليك يا خميسة هي نعم شوفي ام محمد رحمة الله عليها خميسة نعم بتسالم والله يا ابوكم ينهى غرامها العنفوز وكلنا ما عرفنا ناكل العنفوز الا من عقب حياه خميسه رحمه الله عليها ذكرنا حياه خميسه الله يرحم بنت صالح ويرحم بنت مريم ويرحم بحياه احمد بن سالم ماكديتنا نحن صغار ماكديتنا البيت ما بشال شيء بيديها توزع علينا رحمه الله عليها رحمه الله عليها الله يغفر لها مريم أحمد أول مذيع مواطن في دولة الإمارات رحمة الله عليها مريم أحمد سالم لا هي مثلت في شحفان القطو هي مريم سالم أحمد القبيسي رحمة الله أول مذيع وأول ممثلة أظني حد يمكن قبلها ولا بعد ما أدري لكن أنا من يوم حني حال هي من الأوائل الحين طالت عماركم خلاص عاد الحين من شاف أي ها ماشي الحين الردة من تفين قضيت حاجتي ولالي في الهواء رادة خلاص الحين مع السلامة مع السلامة يا هلبك على الطيبة مع السلامة يا هلبك
يا هالدار اللي ضامتنا من سنة دقيانوس، كلن يعدل وكلن يعدل وينظف مكانه خلاص. هذا حين، هذا حين القفار، تكليل على الله. إن شاء الله ويهين ويهين طالت عماركم إن شاء الله. شويهات بنبات اليوم في شويهات، وباكر إن شاء الله غداية في العاصمة الحبيبة أبوظبي، بيتي وعند عيالي إن شاء الله. الحمد لله على السلامة، وصلنا أبويا إلى الشويهات سالمين قانمين. هو شمال وموي، كأنه يستاهل المكان، المكان يستاهل، يرزق أنك أنت تعنيله. الحمد لله سيرة موفقة، وكان كانت إجازة سعيدة، وشفنا العرب والعرب شافتنا، وهذا ها ما أدري شو قاعد يصير، دردع شيء دردع. ها قبرنا بكم ظاهر؟ يمكن بعشرين دقيقة. صدق والله؟ والله. آه واصل معاك. بحر بارد. يا رب خلص تيلهون إن شاء الله ما يستوي إن شاء الله. بحر بارد. لكنه فنان. إيه والله ما زين هالمكان. بطط هذا شوي وبسير بتسبح بعين الله خير. تلبس اليوم معزومين على العشاء، بتقوم فارس. ها شفت البيت بالناريد، فارس بن عبد الله من الشيبة القبيسي، معزومين على العشاء كلهم. هذا فريج كامل، ها كلهم كلهم أهلي. هذا أخو، هذا خال، هذا ودعم. ها دي شو وين، شو أخبارك؟ شو اخبارك؟ متى؟ واحد اسبوع اول؟ شو اخبار؟ شي سمش حصلته؟ ما حصلته. وايد شويه؟ اه سلازه. واحد سلازه. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ارباب مالك ما شاء الله وصل. كل شيء زين؟ زين زين. ثانك يو. والله عليكم الفوايل، مما تشتهي النفس تبارك الرحمن. هي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. هدنا عاد العصر نصلي بنعين من الله خير ونطهر. ما يدعي وين نسير. هاتوا رحينا هلال محمد، الحين بيصير ويا اخوه بيدعونهم، محمد وخالد بيدعون الطيور، وهلال بيتم بنسير عقب المغرب عشان ان شاء الله عند فارس بن عبد الله. شوف ما شاء الله بعد المهنده البحريه ما شاء الله مت ينظفون الطراريد والبوانيش، يساوقون السامان. والله لو ما بهالعماله الوافده، لو ما بهالعماله المساعده في المنازل وهالبحاحير والسماميش والعمال والمزارعين دريوليه، والله كانت وحقت العرب. جزاهم الله خير. تشبع، سمعتوا بالتشبع؟ يعني تشبع يا ابوكم من مشاهد البحر. المهم من البحر باليوم انا متودن في البحر، واني بسير اي الاسخاري. ما في يا ابوي الاسخاري، اسكت. خالد اقول لكم، قلت في خاطري بينس داخل شوي، تروح الكنديشن، تولت على الكنديشن، لو انه خاري براد كم على الكنديشن مغير بلاده، له سحر سحر سحر. اقول لكم بني لابس عنابيه، او اتضح انها هاي مالت البارحه العنابي، مشيت وبدرت فيها وطالعتها، ولانها تحرى عالج سنها كلاب معلوشه علاج. قلت في خاطري البس المعلوشه ولا البس وحده لابسنها البارحه، برغم انها هاي كلها من بضابينا وصلت البحر، لكن ظهرها في التصوير. هاك البنغالي ما يدعم ودي سامانكم خالد، بيشيلون طيور بيدعونها الحين خاري واخوه محمد. المهم اظهر خاري الحين، اضميت اتمشى جدا البيوت شوي الطرف هذاك، فريج الطرفاني من هناك برد، امشي لي ساعة تقريبا وبرد ان شاء الله. شوف الله عليكم جمال، شوف الاحتفالية، شوف احتفالية المواطنين، بر بحر جو، وين ما تشوف منظر جميل جميل للغاية ما شاء الله تبارك الرحمن. العام نسوي نفس الشيء، ها راعي البيت
العام مسوي نفس الشيء، شيء جميل في منتهى الروعة. لا إله إلا أظن مية درهم العام هاي الإعلام ما صارت لا شرق ولا غرب. شكلها جميل مرة على البحر. هذا وين توني أنا جاي، وهذاك وين لنشور بيني وبين هالدار هذا، وهذا سيفتن وحده. وانت تمشي وانت تمشي اللي بيخطف بيتحرى ابوي هذا نكود رمل، بس رمل ما يدري انه وراه هالشيء الفنان راعي البيت هذا. طالت عماركم كان حي في حد في الدنيا حي فاد، فترى راعي هالبيت بدال ما يخسر ابوي ويسوي تشينكا ودور ما دار البيت سوى لي دار، والواجهه هذه بيحط عليها ابوي هالنكود كل اللي حفره من البيت كوده قدام، عباره ساتر. ومن هذا اولا، وثانيا ما حد بيشوف البنيان وبيحطون عينهم عليه بيطالعون شو سوى شو ما سوى، وبيشابهون البيت ولا بيقلدونه. فالحمد لله حي فاد مثل ما قلت لكم، وعدلوا زيه من غير ما حد يشوف تزيين وتعديله، او بياخذ الفكره مالت طارق عماركم اللي يسمونه حي الفاد. حي الفاد علشان ما حد يخطف وياخذ فكره بيته ولا التخطيط مال حط هالنكود، ها عباره يبل واللي يصير واللي يجي ما يدري ان هالبنيان الفنان ورا هالنكود. طعس طعس بقول لكم ارتفاع يمكن 3 ادوار. هي والله حفروا الدنيا كلها وكودوه هني تكويد، وبناوا وعدلوا على ما تشوفون الحين على اهبه الاستعداد البيت بالتشطيبات الاخيره. الله يبارك له ويرزقه، وان شاء الله يعزمنا يوم بيذهب البيت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا؟ ما تشوفون اللي خطف ابو شرق وغرب يتحرى ابوي نكود، يتحرى نكود ما بنكود عادي، نكود ها علو عن لي دار علو بيت دورين لو دار دورين ونص. صارت عماركم بسير بكم، شفت البرقة اللي هناك وراها بسير بكم في هالسيارة. هاي تمي هالسيارة الفنان جلني، وهذا ابوي هذا لا يحب التصوير ولا يبي حد يصوره ولا يبي حد يعرفه، فلذلك ابوي ها شخصية الفارس الملثم. عارف تحليب وين عارف له هني سيارة ابوي ما تمشي الا كان متشطن هالنمونة، لازم ابوي هالنمونة ولا ما تدق سلف. ها قبل ما تدق سلف اذا انك انت ما متشطن هالتشطين كله. صيح اذنيك يا بنت شافي، صيح اذنيك يا بنت شافي، مخلي البيت مهيور خلاص ابوي، عشقتي العين ودرتي الشويهات، ما اقول عن شيء هالبيت اللي عليه رضوان من الله بودرت انه زابني في العين، ما اقول عن شيء. برقه وصلناها ها يبل يبل يبل، هاي ما برقه يبل، هاي بتبتدي الكشات عادي والرحاله من كل سلام عليه. هاي هلو انجليز قليلة، نحن اي حد ابيض انجليز، اي حد ابيض انجليز. شو دراني هي والله ايش بتسوي عاد ما بتوبت، عارف هاي من وين وهاي لاك من وين. شو كشات عاد حينها من البرقة وانت ساير عالم عالم ما شاء الله، خيام وكرفانات وما ادري شو. حليلهم شوف الكشات فوق، كشات فوق ها، شاهدين هالبحر الغامض هالمكان الزين. أيام تسقي الماي السكه هنا هني هتسقي الماي. شوف الكربانات، هالكربانات يسمونه فان فان، كلهم عواير على المار وما صور. ما شاء الله كشات والله وايدين في الخيام، وانت ساير على مد النظر كلمة. هاي من البركة هذه ها، من هالبرقة هذا مدعى وراهم، مدعى عيال نادر، مدعى خلفان، أنا مسمين مدعى خلفان، خلفان بن نادر
تصلحهم القبيسي هذا المدعى اي هو يا ربعه يدعون وهذا كله ابو الكشات ها ايون من شرق ومن غرب ما شاء الله انجليز وهاي لك اللي ورا ما يندرى من وين الدنيا ما شاء الله الناس مبسوطه مناسبات واعياد يا ربي هذا فريج كامل هني لا اله الا الله ما اقول عنهم شيء ما شاء الله تبارك الرحمن ها شوف شوف شوفوا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ها ها اسطول 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 ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليهم بارد الله يهنيهم الله يهنيهم وحس سكن هالزينة امن وامان وطيب ويود هي ما تخلق الله ها وهاك ناس بالبحر يحافظ عليهم سوي لهم يأسة في البحر الحين برد لك ما بنرد جدا السيف لا ما بخل جداهم مساكن بيقولون كل يوم توهم سائرين عيزتهم كثر ما سلمهم أسلم عليهم كل مخطط جداهم حد سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام فلا عيزهم كثر ما يسلمون غايرنا أنا بينا بر الحين هم هناك ها نحن ينا هنا من الطريق الخلفي شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا العالم يا العالم يا العالم هو ما برو مرمس وايد لان ابوي ما يبين حين ها ذاك وين بيتكم هلال بيتكم مرتوق الفريج هناك ما يبين اغطى الشمس ها وهذا بينينا تونا نحن نمشي ها وهذا الطريق ها هذا ما شاء الله اي لا تكود باقي وين الانجليز والعالم بس يلا صور احمد هنا اليازي بنت ابوها هذه اليازي بنت ابوها بنت سعيد والله مليار والنعم بيكم العيد ما شاء الله ما شاء الله على اليازي ما زينها وين يبي هالزين كله ابوك قدامك ما شاء الله عليه اقول لك بتغني بعد ها اقول لك صبري اقول لك هذا منو ابويا شو اسمه هذا سعيد كامل انزين وهذا اخوي احمد شو احمد وهذاك اخويا صالح وهذا هذا ولد عمي وهذاك ها اخويا عبد وهذا ها حمدان انزين اقول لك هذاك ولد عمك لا هذا اخويا هذا وين ولد عمك اي هذا بالكندوره ها بالكندوره ولد عمك تعب شوف الحين بتكبر بنحيرها هاي بتاخذها انت يوم بتكبر شو رايك شو؟ ولا بتاخذها يوم بتكبر بني ابوك اياها شو بعد ايه تحبي الله ما بيا يزل انما انا بتحبيك مجروبه انت ما يباكه وان هذا هل بعد روحك بلا يضروس تبينه ولا انا اقول حتى لا توافقين لا تقولين ما قلت لك هذا مو ترى هو فريجه وهناك ابويه متعوزبين لهم الحين كم من يوم هاي عزبتهم وان شاء الله ياكل هالعرب ابوي كشاته الحين تصويري من فوق اليبل هاي اللي تشوفونه تشوفون اليبل واليبل واليبل ها هذا اليبل هذه يسميها برقه لكن البرقه تي اصغر البرقه تي صغير لكن هذا يبل ها شوف السيائر ما صغار انت تحت ها ما في حيل هذاك ما شاء الله عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله منظر جميل لا تقولوا لي ما بمنظر جميل منظر جميل شو مطلوبة عليك اغنيتين واحدة عربي واحدة انجليزي اللي جاهزة عديها اوكي انجليزي عندي بس يلا يلا اول انجليزي اوكي 1 2 3 I don't know my name I don't play by the rules the game so you say I'm just trying cause I don't know my name I don't play by the rules of the game, so you say I'm just trying I now know my name I don't play by the rules of the game, so you say I'm just trying, but I'm trying to find my way Thank you very much, حبيبتي يا زوي ما بتغني اي شيء اغنيه عربيه كلنا شفناهم كلهن مش حتى هاي الاغنيه تعالي انت شو عرفت تغني الانجليزي كيف
كيف عرفت تغني انجليزي؟ يوتيوب كله طالع. اي والله زين هالاغنيه تعرفين معناها؟ هي اعرفها والله. كيف انا ما اعرف؟ بنت ما تعرف اسمها فالناس ساعدوها عشان تعرف اسمها بس. الله يبارك فيك. اسمك الكامل شو؟ هلا محمد راشد مبارك سعيد صالح الحتيل المنصوري. تبارك الرحمن. الله يبارك فيك. هل السلع؟ ما شاء الله. هل السلع؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. رد السلام. لا خليت منك. يلا كرمكم الله. الله يطول بعماركم. شكرا شكرا. هذا ربي الرجال اسمه سعيد، سعيد بن مقيريع المنصوري، هذا الرجال. يا مرحبا الله يطول لي عمرك ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا. امس من يومين يكلمني هو، عسى الله قال اخواني مخيمين. ايه فايز بن سالم. اي نعم صحيح. اي نعم اخوي. بن مقيريع المنصوري. يا مرحبا. طول عمرك سلامة. الله يحفظك ودرب السلام. يا فداة الرحمن. الله يحفظك. الله يسي خير. مشكور. مع السلامة يا زوي. الله يبارك فيها. على قمة. في اليبل هذا وهذه نزلة خرة تنيم. ها خرة تنيم النزلة خطر يعني ما بكل حد يروم. لا إله يا ري. لا إله إلا الله. شيء بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إسرائيل. لا إله أكبر لك السلام عليكم. لا إله إلا الله. هناك وين كنا؟ الليلة الأسعارية مبسوطين. طالت عماركم للشيب مسعيد. نزل أبوي هني بكمل أبوي مشي ودها هك البرقة. وين الحين مشيت تقريبا؟ مشينا ودنا من المسافة مني للبرقة 2 كيلو ومن هني لين بيت قوم هلال تقريبا 3 كيلو. مسافة كلها 5 كيلو أظني أو 4 كيلو ونص. بسير همشي شوي يكون أوصل ويا أذان المغرب إن شاء الله. تمشى وحده هنتين وحده هنتين وتنقل يا غزالي يا أبو عيون السود وغيرك ما يحلالي يا أبو عيون السود. تنقل على نقله ونقله ما أدري إيش قايل منك للبقلي يا أبو عيون السود. نسيت عاد أغنية من هذه. أنا قبيل. وأنت؟ قليبة. أقول لك وهذا منو هذا الرجال؟ أبويا. شو اسمه هذا أبو؟ محمد. شو محمد؟ محمد مريخي. محمد بن منو؟ لازم تعرف بن منو. مسمين على منو؟ أنت مسمينك على منو؟ أبويا. على يدك. مسمينك على يدك. إيه محمد بن قبيل. وأنت اسمك قبيل بن محمد بن قبيل. الله يحفظهم إن شاء الله. بن طارش بن عتي بعد. وانت لا لا طارش 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 ولد علي بن طارش بن عتي الكبيس. وانت خالد بن ياعد. خالد بن سعيد. بن خالد بن خليفة. لا لا خالد ايه بن سعيد خالد خليفة سعيد بن ياعد. بن ياعد نسيت صاحب الله اكبر الغزال. الغزال لا ابو قتم قوم الغزال عادي. يلا الله يحفظك. يلا يا حبيبي. انت ما تذكرني كل يوم كنت كبير انت وصغر. لا هذا هم كنا مع على العجب. يا مرحبا. الله يرحم غاليك. انا ابو طيب انا بخيت نسيتني. بطي بن بخيت نسيتني. الفلاحي نسيتني. بتلاقينا اخر مره من اسبوع. هم من اسبوع. وين من اسبوع؟ في ام الكركم. من 3 اسابيع. من اسبوعين. علي كيف هذا السليب باك مالك يا ابن ابو محمد؟ طالت عمرك هذا من عند هلال بن محمد. هلال بن محمد. ايه وياه الندى وخرست منه. خرس. ايه وحين خلوه يحف وبس ردوا داخل الستور. ان شاء الله فالك طيب. فالك ما يخير. سير الجاي السعودية لا يجيب لك واحد طر. شو وردي. وردي قول لي. وردي. اشكر فنك. وانت تستاهل. لا خليت. مع كل شيء حتى مع الخيمة. لا خلينا فديتك. سلم حبيبي. شوف فريج ما شاء الله كل العرب من اوله لين اخره كلهم هاي كلها بيطه وحده كلها عوائل عائله وحده يعني. هذا بن عم هذا بن خال هذا بن نسيب هذا كلها الساحبه هذه من اول يسمونه ساق الحمره. هاي المنطقه اسمها ساق الحمره.
الناس يتحرونها هذه هي الشويهات، هذا يسمونه شو من البرقة هايج لين الشويهات يسمونه ساق الحمرة. الشويهات هاي المنطقة، شوفوا وين الشيب ومن الشيب والزبوت، شوفوا الزبوت هاكي في نص البحر، وهاي الشويهات جزيرة الشويهات، شيء شارع كتش الأول ما بكتش الحين، كتش كان مرفوع يعني أكثر عن 4 أمتار مرفوع ما شاء الله، مدفوع عليه ملايين هذا الشارع، ما يرمون يسوونه كنكري ولا صبية. شو السبب؟ لأن طالت أعماركم مكان يسقي البحر ويثبر، ومكان وايد فيه بحر يعني، فهو مسكر من الأساس، من الأساس المكان هذا مسكر. يا رب بسم الله شقر راسي طاير، زي شو أسوي عاد كثر الرمسة. فلتر ولا بدون فلتر؟ فلتر. زين ما قلتي لي شو اسمك انت؟ سلام نهيان. لا اسمك الكامل سلام نهيان الكامل. لا الكامل شو يعني؟ لا الناكة الكامل. قولي لي انت سلامة بنت نهيان. بطي شي خصك؟ بطي نهيان. هي يلا حبيبي تعالي تعالي. ما قلتي في اي صف انت؟ هاي سلامة بنت نهيان، يدها عاد ما رمنا الحين، قالوا لي هاي يدها فلان من هناك، زعقوا علي عاد اعرف اليد باللبوقة، قلت بي ينقمني ابوكم، ما في ينقمني، قلت لبوقته حش علي. مبسوط اللي بعد شوره واللي بعلامها. ها هاي النشر ما يدرى مال وين، الله اعلم به، النشر ما يدرى مال وين. وانا من سرت لين حجر اجري بوصل، المشوار كله ساعة ما ياخذ ساعة ونص، غير انا بكثرة التوجيفات والسوالف والقرقعة والعرب كلها خدت اكثر عن ساعتين. وحين بعد استعزمت عند جماعة هني بعدها ما يبون تصوير، قالوا اقرب دخيلك يا ابو محمد اذا كان ممنوع تصورنا، قلت لا حول لا قوة. هذا ويت معاد الحين صورت الحين فوق وهم هني تحت ما يبون، لا هذا يبي تصوير ولا هذاك يبي تصوير. هذاك ترى ريوله النمونة، شوف ما بيظهر، ما أقول عنك شيء. هي والله ريوله بيض يا أبوكم، عيل أبوه ريوله ملح، لكن هو هذه جات ريوله بيض، ما أدري على من أمه، هي على أمه ظهرت ريوله. هاي هو اللي ناشر الإعلام مساء اللي مسوي الإعلام، سأله ليش شليتن؟ قال ترى باشر قفال خلصت الإجازة. هذا هن تدرون كم كان عدد الإعلام؟ كان عددهم 300، هذا الرقعة كلها كانت إعلام العام، السنة ما سوى إلا 100، أما الباجيات 300 ترى أبوي خلص الصمق عنده. زين الصمق وهذه أبوي الرويش جريبك كان قد حق الدريول يجيب لك صمق، صار بيدزني الحين بيزيغني وأنه أنا بالله هذا خيبة كان بغمت بغمة. ناس فنانين، شوف أنت شوف الفن، شوف الفن. الله 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 الله. سلمكم بحي. تعالي 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 تعالي. شو اسمه؟ من شيب؟ أنت مسرة؟ مسرة. تعالي ماما. تعالي شوي. تستحي تستحي. مسرة؟ مسرة. ما يريد في فيديو ممنوع؟ عادي عادي. عادي يا ريال. مسرة. في زعلانة؟ زين أقول لك، ها من يسوي كابتشينو؟ هاي تسوي كابتشينو ينضرب بالوصول. تعال تعال هات. وين بلادك مسرة؟ مسكية. أثيوبيا. ما شاء الله عليك يا مسرة، حافظ على مسرة. تعال تعال. حافظ على مسرة، وافي وافي مسرة. ثانك يو مسرة. مسرة ولا سارة اسمها؟ مسرة. مسرة ثانك يو. مسرة. بابا شيبة شيبة هانس بخشيش ولا بس معاش؟ ها؟ ورب الله أنت ما تفهم، هاي تفهم كل شيء كانها عندكم. عماركم خدمة مسرة، ها هذا مسوي هالكابتشين بفلوس. الحمد لله اني ما بيع بالبوك. هذا ابوي بعد غير، ها لازم ورد شو اقول لكم. فنانين فنانين ما شاء الله، هاللوادم اللي انا عندهم هذا روحي انا عاد حطيته وخربت، ها ولا هذا برستيج مسرة وهذا اللي يبها، مفروض اني ابه نس كم ما يبيسات شو اسوي يعيبني. مخذينا اقول لك مخذينا ستاربكس طيبه. الله يبارك فيك. ستاربكس على هواكم. أنا شتاء وشتيت، البرد ما طاعي، عيست وأنا ترياحي، متى الكنادي زاهبات معدلات مروحات مدخنات، أبوي ما طاعي شتاء ما اشتد البرد،
وانا ابوي من متى حينه ابل بس وخاطري اليوم ابوي شيء براد بريد برد ما شيء برد ما بمالصوف لكن ابوي عاد انا لعت شبدي وانا تري وانا ابوي ما داني حدي ما طلبي البرد اشوفها متردد الا يوم يبي البرد ويوم الدفى ويوم براد ويوم دفى والبرد متى انا ابوي حين بيطلع النخب ابوي عيست وانا تري انا ابوي شتيت اللي بيشتي مرحبا به ويلبصوف وليها بمشتي عليها الرب حافظ وبشركم من الاسبوع الجاي بالبشالات انا عندي مرضام شالات ومتى بلبسن باكو حين بيطلع النخل لا لبس صوف ولا لبس ولا لبس شالات انا ابويه بلبس واللي ما بيلبس على هواه اللي بيتبعني ما رحبه واللي هبتابعني عليه الرب حافظ هي نعم كم بتريا ينام نحن طالت عماركم في ضيافه فارس بن عبد الله بن الشيبه القبيسي مسوين ابوي هذا طريقه شوي هذا 6 ساعات الحين على الضوء المشوار هالطريقة على الواهي فقط على الواهي وشي ما ادري شو بعد كان معلق هني وايد اهل اشياء ها هاي الثانية ما شاء الله نحن يعني مجموعة هاي يسوون بعد يسمونه ربس هذا قطع بعد لحم من غير شوف الله عليكم شورات تحت تنباخ على هالحالة طباخ شو اسم هذا طباخ شو مكسيكان شو أرجنتينو هذا الشواب الطريقة الأرجنتينية يجون طبابيخ من الأرجنتين ويشوون لك يسوون لك المكان اللي انت تباه لكن على الأقل 6 ساعات 10 ساعات ياخذ هذا المشواي طريقته يا غدي على هالحالة شطان وهنمور غدي شيء ابوي بالنعت بالوصف يسوون شيء وايد عاد وياهني كان معلق وايد انا تاخرت عليهم دياي ولحم وما ادري شو خضره وما ادري شو وايد الاشياء اي فريق كامل ها اي فريق كامل هناك ها بعد ها هناك بعد منقير وما ادري شو هني ها هاي كلها اللي تبعه ها هذا ما ادري شو عاد يشوون شو هني وهذا بقى كل هذا تبعهم هايون ارجنتينيين ابوي يشوون لكم كل شيء ها أيوم بحط حطبهم وسامانهم وكشارهم ها وها ومن غير ما أدري وايد الأشياء هذا اسمهم كنا أتوقع أن هذا اسمهم هذا اسمهم أعتقد أن هذا اسمهم هذا اسم الكمبري أول وين كمبري هذا أرتو كمبري هي واحدة كمبري ها هبع من غير ألو open these please هذا ما أدري شو دجاج وهذا بس عن امتي اي امتي وهذا بس انا بيف هذا yeah. زين وذس وان يلا عاد هذا عيش مقير يلا وهذا ما ادري شو سندويتش شو بقولك ما في شيء ما بنسويه هذا بعد ها شو بعد يلا هذا كورن بيتشيز وهذا وعمالي هي والله كل شيء هذا كله ابوي فريق كامل يجون حوالي 10 انفار حريم وريايل ويخدمون لك اللي تباه على حسب اللي تباه اي الريان ابوي لا سار ويانا البحر ولا شياته كذاب والله يا ابوك ولا سار ويانا ولا تحرك ميلس يحرس البيوت نفخ لك راسك مرزوق وين شيء وايد ابوي عاد ما بوبناك دي اسوي سويت بوتيتو يعني فندال هناك شيء وهناك شيء وهناك الضيان ها انت صورت المعلقات زين وهني شيء بعد من غير ها كل ابوي تبعهم تبع هاي الشركه تيك بطاولات دنياها وعلمها وخبرها وسوون الدنيا كلها هكذا ابوي حقنا نحن هناك ها كلهم هذي اخوان وعيال عم ما حد غريب بينهم 4 اخوان بعوائلهم بعيال عمهم بعد 4 بنسابهم 4 بخوالهم 4 بعمومتهم 4 بيدودهم كلهم يعني بيطة وحدة يعني ما فيهم غريب ولا واحد سلام عليكم عبد الله رغباتي سبالة أنا بمدو السلام عليكم. السلام عليكم. رحمة الله وبركاته. عبد الله الحمد لله رغبتك. صباح الخير. صباح الخير. أنا متو. أنا أبي متو. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أنا متو. السلام عليكم عبد الله
عبد الله رقباته سبلا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم عبد الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. سبلا لا مولا خير. انا متو. انا متو. هي قال مره ثانيه. السلام عليكم عبد الله رقباته سبلا على الحمد لله ما انا بمتو. مره ثانيه. السلام عليكم عبد السلام عليكم الحمد لله رقباته سبلا حمد متو. شكرا. هي عفوا. بعد ايوه زين قال انا بي متيا مالانا بابا كاربايا مالانا ماما راكاي زين اليوم ما في سناب كل يوم سناب ما في فايده. شوفي اليوم يوم لا ولا يوم هي. لا ما في سناب اسمك كامل يا تمارا نام مالانا نام متيا مالانا بابا كاربايا مالانا ماما راكاي هي شو بعد في سناب ولا ما في سناب؟ ليه ما في سناب؟ ليش؟ ليه كل يوم سناب شو فايده؟ ما في فايده ليش؟ ما في فايده كل يوم سناب اليوم اليوم يوم يوم هي واليوم لا اليوم لا يوم لا اليوم لا اليوم لا اليوم لا اليوم لا اليوم اليوم لا اليوم اليوم لا اليوم اليوم لا اليوم اليوم